أسعد الله صباحكم وأهلا وسهلا بكم في متحف محمود درويش، هذا الصرح الفلسطيني للشاعر الخالد محمود درويش الذي أصبح منذ افتتاحه منارة فكرية ورئة ثقافية للمجتمع الفلسطيني. نحن كمجموعة صوت فلسطينية مهتمين جدا بالقطاع الثقافي الفلسطيني، وتبرز هذه الاتفاقية من إيماننا العميق بأن الثقافة الفلسطينية تعزز هوية الشباب الفلسطيني وتعزز انتمائه وتحافظ على تراثنا الفلسطيني. شراكتنا اليوم مع مؤسسة محمود درويش كأكبر مؤسسة ثقافية في فلسطين هي تعزز هذا المبدأ ومبدأ إيماننا بدعم الثقافة الفلسطينية. أيضا لنا نشاطات أخرى في دعم الثقافة الفلسطينية، دعم المهرجانات المختلفة، مهرجان فلسطين الدولي، مهرجان القدس، جولات ثقافية وفنية في أنحاء الوطن جميعا، وأيضا منحة الثقافة والفنون التي تقدمها مجموعة الصوت الفلسطينية للفرق الفنية والثقافية في فلسطين. إيماننا العميق بأن الثقافة تعزز هوية الشعب الفلسطيني سيزيد من دعمنا وإيماننا بهذا القطاع المهم. وهذه الاتفاقية هي تعزيز علاقة التعاون والشراكة مع مجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال. هذه العلاقة التي تقوم بها المجموعة بتقديم الدعم لمؤسسة محمود درويش لتمكين هذه المؤسسة من القيام بنشاطاتها الثقافية الواسعة والمتشعبة والمتعددة في فلسطين، هي الاتفاقية. توقيع الاتفاقية هو استمرار، ليس فقط تعزيز بل أيضا استمرار لعلاقة مهمة مع مجموعة الاتصالات في تنشيط وإغناء حياتنا الثقافية. نريد أن نسجل الشكر الجزيل لمجموعة الاتصالات وشركة جوال على هذا الدور التنويري الهام.